واحنا في هذه الرحلة العظيمة اللي يعني شرفنا بيها رحلة العائلة المقدسة. احنا هنا في مصر القديمة في مجمع الأديان في كنيسة تعتبر من أقدم الكنائس في القاهرة، لا ممكن تبقى أقدم الكنائس في مصر، لا ممكن تبقى أقدم الكنائس في العالم، كنيسة أبو سرجة. دي كنيسة يعني بنيت على نقطة مهمة جدا من النقاط المضيئة للعائلة المقدسة. هنا من سنين طويلة جدا انتوا عارفينها جاءت السيدة مريم العذراء والصبي، قلتها لكم مرة واثنين وثلاثة، وانا بحبك قوي. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك. خذ الصبي وامه واذهب الى مصر. من ضمن الرحلة جاءت السيدة مريم العذراء والصبي ويوسف النجار في هذا المكان، قعدوا عندنا هنا في مصر القديمة 3 أشهر في مغارة هنشوفها مع بعض إن شاء الله. طبعا لأنه أصبح المكان له أهمية كبيرة جدا، خلي بالك أهمية كبيرة عند كل الناس، لأنه سيدنا عيسى وأستنا مريم يعني تبع كل الناس. فعليه بقى بنيت كنيسة اسمها كنيسة أبو سرجة قديسين اثنين، ليهم حكايه لطيفه جدا وعميقه جدا. انه اتبهدلوا، هما جنود رومانيين، من الجنود الرومانيين، وكان عشان جندي روماني زمان يعني يؤمن بالسيد المسيح ورسالته دي مصيبه مصيبه. الجنديين دول دخلوا مره في لقاء كده مع القيصر، في بقى بيعبدوا بقى حاجات ويسجدوا وبتاع، مرضيوش. اعبد يا جدع انت، هو اسجد يا جدع انت، هو لا. فراح ملبسينهم فساتين ستات ومسخروهم في وسط الحضور. عشان اقول لك التاريخ، خد بالك ده مشهد يعني دنيء، انك تجيب جندي روماني عظيم وتلبسه لبس واحده ست وتتريق عليه. طيب فضل القيصر ده اسمه شرير في التاريخ، والقديسين الاثنين دول اللي اتعمل باسمهم كنيسه هنا، وبقوا حاجه مهمه جدا 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 جدا. قلت لحضراتكم قديسين اثنين، سيرجيوس القديس سيرجيوس والقديس واخس. وخلي بالك هنا في حطت ايد رجل مهم جدا اسمه عبد العزيز بن مروان، كان حاكم مصر من قبل الخليفه عبد الملك بن مروان. هما هنا كاتبين في الورق كتير انه الخليفه، لا هو ما كانش خليفه عبد العزيز بن مروان، كان ولي العهد لعبد الملك بن مروان. عبد العزيز بن مروان كان اخو عبد الملك بن مروان وكان ولي عهده وحاكم مصر، عمل دور كبير هنا في اقامه الكنيسه والاهتمام بيها اهتمام كبير.